زميلتي منى ابراهيم جاهزه، بمناسبه ان احنا بنتكلم على رانيا علواني، هي جاهزه من جوه النادي دلوقتي بلقاء مع طبعا النجمه الاهلاويه المحبوبه رانيا علواني. خلينا نشوف رانيا بتقول ايه لجماهير النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه لحضراتكم. برحب بيك تاني مرة تانية يا أحمد من الاستوديو دلوقتي من داخل الخيمة الانتخابية للنادي الأهلي. معايا في هذه اللحظات دكتور رانيا علواني. دكتور رانيا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن أنت خير مثيل النهاردة أن الأهلي مش محتاج لقب، مش محتاج مسميات، الأهلي أن أنت لازم تواجدك ومدعمتك للنهاردة لانتخابات النادي. عايزاكي بقى تكلميني عن وجودك النهاردة وسبب. الحقيقة أنا مبسوطة جدا أصلا أن الناس كتيرة جت ولبت الدعوة، أن كل واحد فعلا صوته بألف صوت، فمبسوطة من التيرن أوت أو من ظهور الأعضاء بهذه الكمية. طبعا ده دورنا دايما ان احنا بنحاول نحط النادي بتاعنا دايما على الطريق الصحيح، ويبقى دايما اللي ماسك زمام النادي تكون ناس امينه وقلبها على المكان، فده دورنا كلنا دايما ان احنا نساند بعض. رايك ايه في التنظيم النهارده؟ تنظيم يمكن المكان اكبر بكتير، الخيمه السنه دي عن مختلفه عن الدوره اللي فاتت اكبر بكتير، ده شايفه ان هو مع العدد الكبير ده فارق في ايه؟ أنا شايفة إن الخيمة منظمة جدا الحقيقة، وحتى مفتوحة وفي هواء داخل من كل حتة عشان الظروف اللي احنا فيها. طبعا التنظيم سهل، ويمكن الناس كلها لقت لجانها بطريقة سهلة جدا زي كل مرة. المرة دي يمكن الفرق إن الفلو بتاع الناس جوه الخيمة أسرع شوية، فالناس ما بتضايقش على ما توصل للجنة بتاعتها، فتنظيم هايل يعني فعلا. مدير النادي قدر إن هو يضع اللمسات بتاعته علشان ينظم لنا انتخابات جميله. لازم اسالك على العنصر النسائي، احنا واخدين بالنا يعني الكلام كله على الوجود عامه او التواجد عامه في الانتخابات، عايزه اكلمك بقى العنصر النسائي، شايفه ان هو قد ايه؟ شايفه السيدات كتار، البنات الفتيات كتار، ولا شايفه العنصر ايه؟ الحقيقه احنا يعني انا كسباحه فبشجع مي تحت السن والقائمه كامله ان شاء الله، بس العنصر النسائي دايما في النادي الاهلي بيكون مش بس علشان هو عنصر نسائي، بيكون علشان ليه دايما خبرات ثانيه هنستفيد بيها جوه المجلس. مش شرط يكون بس علشان هي سيدة، فبالتالي وجود سيدة أو عدم وجود سيدة أو وجود كذا سيدة بينافسوا على نفس المكان بيكون علشان المؤهلات، أو لما بتختاري القائمة بتكوني عايزة مؤهلات معينة تساعدك في المرحلة اللي جاية. طيب السيدات بقى تاني خلينا نكمل كلامنا، اللي بينتخبوا في النادي النهارده شايفه ان هم متوافدين بعدد كبير ولا ايه رايك؟ الحقيقه انا شايفه السيدات اكتر من الرجاله، فانا بشجعهم وبرافو. دايما السيده المصريه في كل مكان في كل انتخابات هي العامل المساعد الاكبر، واعضاء او عضوات النادي الاهلي كانوا دايما مهتمين، يمكن هم اللي بيبقوا متواجدين اكتر مع الاولاد في النادي، فبالتالي بيبقوا عارفين وملمين بامور النادي، وهم اللي بيوصلوا الصوره لبقيه العيله. فطبعا السيده العضوه هي اكتر واحده بتبقى قريبه من النادي، واكتر واحده ممكن تبقى عارفه مين بيساعد النادي بجد ومين بيحب النادي بجد. دكتور رانيا كلام او رساله اخيره بقى توجهيها لكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي لسه في البيت ولسه مش موجودين النهارده، تقول لهم ايه بقى؟ تطمنيهم ان هم يجوا، او انت شايفه تحب توجه لهم ايه؟ انا طبعا اقول لهم يا ريت اللي ما لحقش يجي، احنا قدامنا ساعتين ان شاء الله، وده مستقبل نادينا. كل مره الانتخابات بتبقى علشان 4 سنين من الاستقرار ومن النجاح ومن التطور، فاحنا محتاجين كل صوت، علشان كل صوت بيمثل الافات من الاصوات من المشجعين ومن الناس الملايين اللي بره اللي هم مش اعضاء الجمعيه العموميه. دكتور رانيا بشكرك جدا على اللقاء ده. ميرسي جدا، شكرا ليك. ميرسي. يعني يا احمد ده يمكن كان لقائنا مع دكتور رانيا علواني، طبعا خير مثال لوجود النهارده، ان الوجود وجود كل اعضاء الجمعيه العموميه مهم، ايا كان هم هيعملوا ايه، ايا كان وجودهم ايه، لكن اكيد كل وجود اعضاء الجمعيه العموميه موجود، لان زي ما هي قالت طبعا الصوت بألف صوت، لانه في جماهير والملايين من اعضاء النادي الاهلي جوه وبره مصر مستنيين اعضاء الجمعيه العموميه يقولوا كلمتهم النهارده، يدلوا بصوتهم، ايا كان كله اكيد موجود لمصلحه النادي الاهلي اولا واخيرا. بشكرك جدا يا احمد، العوده اليك مره ثانيه. شكرا جزيلا منا، وشكرا رانيا علواني طبعا نجمه السباحه في النادي الاهلي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، على الروح وعلى الاحساس والمشاعر بقيمه وحجم عظمه الانتماء للنادي الاهلي. ايه الرقي وايه الجمال ده؟ والله يعني احنا بنتعلم كتير وما زلنا بنتعلم كتير جدا من النادي الاهلي.